اللي داروا داك المشكل، راه انا السبب ديال داك الشيء هو البليه اول حاجه. ثاني حاجه العقل طيش، وحنا ما قدرش نعرفوا واش كانت معاهم ولا ما كانتش معاهم. هذه من هذا المنبر تنقول لك بان هذيك التهمه اللي وجهت هذوك الدراري يقدر يكونوا ماشي ولاد البرنوسي، لان كلشي ولا تيهضر على البرنوسي. على ما البرنوسي، البرنوسي راه ماشي ولاد البرنوسي كيديروا داك الشيء، ماشي ولاد البرنوسي كيتقرقبوا، ماشي ولاد البرنوسي كيتشمكروا، ماشي ولاد البرنوسي كيديروا اي حاجه. هادو متطفلين جاو ولا شمكار الله على منين جايين، جاو داروا هاد الجريمه هذه كتسمى ولاد البرنوسي. اذا حنا عندنا غير على البرنوسي، غالي ناض يقول لك ولاد البرنوسي شمكاره، ولاد البرنوسي شفاره. صح، راه المغرب كامل فيه هادشي. كاينين بزاف د الحوايج غندخلو في لي ديتاي ما غنساليوش، غنقول لك التربيه، غنقول لك التعليم، غنقول لك الزنقه، غنقول لك الامن، غنقول لك بزاف ديال الحوايج. ولكن هادو كون كانوا مربين ما غاديش يديروا اول حاجه هاد الحاجه. ثاني حاجه كون كانت السلطات المحليه دايره حتى هي الدور ديالها، ما غيكونش بنادم ديما مبلق، ديما مقرقب، ديما سكران. منين تيجي هادشي؟ منين تيدخل هادشي؟ البنت انا ما عمرني شفتها، انا المره الاولى اللي كنشوفها هي في هذا الفيديو هذا، ما عمرني شفتها. وكيفاش قال لك مختل عقليا وتتغوت هي في الطوبيس؟ علاش ما دافعتش على راسها؟ مختل عقليا وكتدافع على راسها، علاش ما دافعتش على راسها في الاول؟ اذا داك الشيء يقدر يكون فيديو مفبرك، ويقدر يكون هما داروا داك الشيء كتسليه، كتلهيه في الطوبيس، بغاو يتفلاو عليها، بغاو يديروا شي حاجه. ولكن شي حاجه اللي ثابته واللي كاينه راه ما كاينه، ما كاينه حتى شي حاجه. من الاخر سروا مع الحبس، سروا من الحبس باش مره اخرى مابقاوش يديروا هكا.